Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is my third lecture in anesthetic drugs. Today we are going to cover the IV. اليوم راح نغطي الـ IV anesthetic drugs. Now we are going to classify the anesthetics drugs. Classification will depend on the chemical nature of a drug and the mode of administration with the purpose of use. قسمنا الـ general anesthetic drugs إلى نوعين رئيسيين. معتمدين بذلك على طبيعتهم الكيميائية وعلى طريقة إعطائهم inhalation gases and intravenous. غطينا بالمحاضرة رقم 2 please ارجع إلها part number 2 اللي غطينا بجميع ال inhalation gases. بس I'm going to summarize what we have taken the last lecture. قلنا قسمنا الانهيليشن الى two main parts الغاز and volatile liquid. الغاز اخذنا النيتروس اوكسايد وغطيناه باسهاب. راح اختصر النيتروس اوكسايد راح اغطيها هلا بشكل سريع. قلنا النيتروس اوكسايد عنده very low lipid solubility, extremely low lipid solubility, extremely low blood solubility, عنده very low potency, very high mark, وعنده low partition coefficient. ومن مشاكل النيتروس اوكسايد هو عنده second gas effect. وشرحنا على second gas effect كان cause tissue hypoxia وقلنا نحل التشو hypoxia في هاي الحالة بإعطاء 100% oxygen. وعنده مواصفات أخرى أنه هو ممكن يسوي نيموثوراكس بسبب إزاحته للنيتروجين من الهواء وسرعة انتقاله بالداخل الفجوات فيحل يزيح وياخذ حجم غاز أكبر. فلي عنده نيموثوراكس كونترا اندكيشن أن أنطي نيتروس أوكسايد. وقلنا عندنا كونترا اندكيشن أز ويل مو بس اللي عندهم فجوات هواء بالرئة وإنما اللي عنده عملية بالعين ممكن يكوز بلايندنس. عمليات الإذن ما أقدر أنطيهم النيتروس أوكسايد. اللي عنده باول أوبستراكشن ما أقدر أنطي النيتروس أوكسايد اللي راح يزيد كمية الغاز ويسوي الأذى أكبر. غطينا في حينها الفولاتايل لوكويدز اللي هي تحتاج إلى مبخر حتى أحولها إلى غاز and given by inhalation. والجهاز سميناه evaporizers or vaporizers. والليكويد اللي غطيناها في حينها قلنا هي هالوجينيتد هيدروكاربونز. اخذنا الهالوثين وراح نختصر هسه الهالوثين. شنو مواصفات الهالوثين؟ الهالوثين عنده هاي ليبيد سوليوبيليتي هاي بوتنسي. اذا اقارن البلاد سوليوبيليتي الهالوثين اعلى من النيتروس اوكسايد اعتبره هاي بلاد سوليوبيليتي اذا قارنته مع النيتروس اوكسايد. مواصفاته البوتنسي عالية الماك عنده جدا له يحتاج تركيز جدا قليل بالألفيولر حتى يوصل إلى الـ exert its effect in the brain. مواصفاته الأخرى أنه هو كان sensitize the cardiac muscle for arrhythmia, كان sensitize cardiac muscle for catecholamine. مواصفاته الزينة قلنا يشترك ويا سيفوفلورين both are non-irritant. They don't sensitize the airways for reflexes. أخذنا الإيسوفلورين والديسفلورين قلنا مواصفاتهم هذولا both are irritant to the airways, can cause irritation. ما نقدر نعطيهم as for induction لأنه they are highly irritant لل airways عند البنجنت odor. وغطينا الإينوفلورين وميثوكسيفلورين قلنا مواصفاتهم هذولا نفروتوكسيك. ننتقل اليوم اللي راح نغطيه اللي هو الانترافينوس دراكس act as a general anesthetics. والانترافينوس دراكس قسمناهم إلى قسمين رئيسية اليوم راح نغطيهم كلهم. الدراكس used for induction اللي هي نعطيهم IV intravenous. ليش نعطيهم for induction very fast onset. مواصفاتهم انه ينطوني الفعل سريع بسرعة ينطيني exert its effect on the brain. واذا اخذهم هاليوم راح نغطيهم قسمناهم هذول ال inducing agent given by intravenous either bolus or by infusion. غطيناهم depending on their chemical nature إلى barbiturate and non-barbiturate. هل هم من عائلة البربيتوريت أو ليس من عائلة البربيتوريت؟
وشفنا اللي من راح نشوف اليوم من عائلة الباربوتشيلات هم الثايوبنتان وميثو هيكزيتون. أما النون باربوتشيلات هو بروبوفول أند إيتوميديت. الدوبريدول بالحقيقة لا هو باربوتشيلات ولا هو نون باربوتشيلات. الدوبريدول إز أنتي دوبامينرجيك. ليش ننطيه؟ لأن هو أنتي إيميتيك، يمنع النوزي أند بوميتينج. وين بعد نشوفه أو ننطيه؟ ينطي بالحقيقة for certain population as antipsychotic. ننطيه بالآي سي يو as sedative, hypnotics, sedative. عادة ما يكون مصاحب للفنتينيل بهيجي حالات. What else راح نغطيها اليوم؟ راح نغطي الـ slow acting واللي هي coincide تجي مع الـ IV infusion واللي إلها أدوار متعددة. مثلا راح نغطيها اليوم البنزودايزيبينز. الأنواع اللي ننطيها هي دايزيبين، لورازيبين، زيبام، ميدازولم. الهدف من إعطائها هو حتى يوصل للأمنيجيا بأسرع وقت ممكن. كمان هم هيبنوتكس يستخدموها للتنويم. What else راح نغطي؟ راح نغطي البين كيلرز. من هم البين كيلرز اللي نستخدمهم؟ هم الأوبيود، جماعة فاميلي الأوبيود، جماعة الأوبيود. منو من الأوبيود اللي أنا أكثر شيء أغطي بالعملية وبعد العملية؟ هو الفنتينيل. وليش أغطي؟ ليش أنطي؟ Because they are pain killer، يقطعون البين. راح نغطيها اليوم أيضا الديسوسياتيف أنستيزيا اللي هي الكيتامين. راح نغطيها لها مواصفات معينة. Intravenous anesthetics. It causes rapid induction of anesthesia as if there is a link between arm and brain circulation, where the arm is the site of injection and the brain is the function. The drug exerts its function on brain circulation. How fast the induction is, as if there is an arm brain circulation, like direct arm brain circulation. بمعنى انه انا من انطي الاي في راسا يدخل المريض بالانستيزيا، كانه الارم اليد والدماغ مربوطين بسيركوليشن واحده، بحيث اول ما انطيته راسا راح للدماغ. انستيزيا may be maintained with appropriate inhalation agent. ننطي عن الاي في for induction, then for long run, for mainstay, or for maintenance, استمر بالانهيليشن جازز. IV anesthetics may be used as a sole agent for the short procedures or administered as an infusion to help maintain anesthesia during longer procedure. أما أنطي سول واحدة، سول معناه واحدة، أما أنطي IV هو واحدة بحالة وقت لما يكون عندي short procedure، عملية صغيرة بسيطة، outpatient، عيادة استشارية، عيادة خارجية، حتى عيادة داخلية، مستشفى داخلية. إذا عندي العملية very short أقدر أنطي single dose IV، تعتبر هي سول، هي الوحيدة. أو ممكن هو نفس IV أنطي بهيئة infusion حتى أستخدمه for maintain anesthesia during longer procedures. In lower doses IV they may be used to provide sedation. Induction. A high proportion of the initial drug bolus is delivered to the cerebral circulation and then pass long a concentration gradient from blood to the brain. أولا ما معنى كلمة bolus؟ bolus بمعنى بلعة، بمعنى dose, single dose. If I have an IV، إذا عندي أبرة IV رطيها رأسا إلى الوريد مرة واحدة، فهذه العملية أسميها bolus، جرعة واحدة. أما إذا نفس الأبرة انطيتها بالدريب drop by drop أسميها infusion. فإذا انطيت أني بولس إلى بلد رأسا راح ينتقل، يكون جدا عالي بالبلد وينتقل with the concentration gradient من العالي إلى الواطي، من البلد إلى برين. ماذا يعتمد هذا الانتقال؟ The rate of this transfer depend on the arterial concentration of unbound free drug, the lipid solubility of the drug and the degree of ionization. خلي في بالنا انه لو كان البلد الدراج هو بروتين باوند، فمن الصعوبه ان البروتين يتركه ان يروح الى موقع عمله. فحتى ينطيني الفانكشن سريع وعمله قوي يجب ان يكون unbound drug, free drug. فاذا نعتمد على تركيز unbound fraction او unbound drug بالبلد،
كل ما كان more lipid soluble كل ما كان أكثر دخوله إلى البرين وكل ما كان unionized كل ما كان أكيد دخوله إذا عندي ionized مستحيل يدخل الخلية إلا من خلال قنوات خاصة فإذا البلد برين بيرير هو عبارة عن بيرير ما يسمح لأي شيء أن يدخل highly restricted barrier حتى أحقق دخول هذا البيرير يجب أن يتوفر بالدواء ثلاث أشياء اللي هو يجب أن يكون الدواء unbound يجب أن يكون lipid solubility مالته high lipid solubility and يجب أن يكون unionized أو non-ionized molecule حتى يسوي دخول إلى blood-brain barrier ويوصل إلى الدماغ to exert its function. Now once the drug has penetrated the CNS it exerts its function ما عنده أي معوقات. كيف يعمل الدواء بالدراج مثل ما تكلمنا بالإنهيليشن like the inhalation anesthetics the exact mode of action of the IV anesthetic drugs is unknown مثل ما تكلمنا بالمحاضرة الماضية بالإنهيليشن الدراج قلنا أنه بالذات exact mode we don't know لا يوجد بروتينات خاصة تعتبر ريسبتر تستقبل الأنستاتيك وإنما كل اللي يسويه هو يعتقد أنه أكو بروتينات خاصة هذه البروتينات هي أيون ترانسبورت بروتينز هذه الأيون هي متخصصة بالإنهبيشن أوف نيرف الريسبتر تعتبر لمركب خاص بالإنهبيشن اسمه جابا جاما أمينو بيوتريك أسيد الدراج اللي هو أنستاتيك راح يحفز هذه البروتينات اللي هي أيون شانل كلورايد أيون شانل أن تكون مور سنسيتيف للجابا فيتحد الجابا ويصير برولينجيشن لاتحاد الجابا مما يسمح بمرور أكبر كمية ممكنة من الكلورين إلى داخل الخلية إلى داخل النيرف causing hyperpolarization to the nerve يصير من الصعب أن يصير depolarization because of this hyperpolarization وهي العملية اللي توقف عمل and now what's recovery? Recovery from IV anesthetics is due to redistribution from site in CNS. Upon cessation of the reservoir, IV infusion or the inhalation anesthetics, the concentration in the blood will fall down. التركيز بالبلد راح ينزل. هنا blood راح يكون concentration of a drug in the blood lower than that in the brain اللي راح يصير انه راح يطلع من the brain الى blood the blood circulate in the tissue the tissue uptake will at that time will increase the blood يستمر circulation بالtissue the tissue راح تاخذ لان بالblood هنا انا اعلى من التissue فالtissue راح تاخذ ليش ما يصير لها clearance بهاي الحالة لأنه الـ clearance is much slower than redistribution يعني الكلية والكبد حتى يسووا للشغل ويطرحون هذا الدواء يأخذ وقت أطول لكن هو الدواء مستمر circulate in a blood التشو uptake راح يكون أقوى من اللي راح يأخذه من التشو اللي هي أضعف بالblood supply مثل skeletal muscle فإذا راح يصير uptake from the blood to the skeletal muscle كل ما أخذت the skeletal muscle من the blood كل ما قل تركيزه بال blood كل ما راح سحبه من the brain فإذا هو لا زال موجود بالجسم الدواء لكن اللي صار إنه طلع من مواقع عمله بال brain وراح يتمركز بداخل the skeletal muscle هل هنا أكو دور للأديبوسايت؟ الأديبوسايت بالcirculation بالblood supply much slower than the skeletal muscle فراح تأخذ الدور الثالث بالعملية بعد ما يصير distribution يرتفع بالskeletal muscle شوي شوي راح تبدي تأخذ الأديبوسايت blood وتركزه بما أنه هو lipid solubility عالية فراح ينخزن بداخل الأديبوسايت يكون الدواء موجود بالجسم لسه ما صار له clearance لكن أدى مفعولة بالدماغ وخلص من مواقع عمله. Now the initial redistribution of a drug into other tissue lead to the rapid recovery seen after a single dose of an induction drug. I'm gonna explain this figure, which is called 11.9. Have a look to this. If the patient have only a bolus of single dose, the concentration in the blood would be high. Then the redistribution from the blood or the distribution from the blood to the tissue, high blood supply, tissue with high blood supply, for instance, is the brain.
As the dose goes down from blood, it will go to the brain. يعني ياخذ انطيتي هنا جرعه واحده الى الدم بولس واحده فالدم راح يكون بي جدا عالي التركيز التشو ما بيها راح ينتقل من البلاد الى البرين ليش البرين لانه فيري هاي بلاد سبلاي راح ينتقل للبرين يعبر للبرين لاحظ بالنقطه اللي هو هايست برين كونسنتريشن لاحظ تركيزه بالبلاد از فيري لو هي سنجل دوز انطيتها راحت للبرين هذا الاكس اكسس يمثل المينتس after 1 minute will be high in a brain هذه الادويه اللي استخدمها for induction ينزل بالبرين ورا ما ادى مفعوله وين راح يروح راح يتوزع باذر تيشو اللي هي lower blood supply مثل السكيليتال مسل هنا من نزل بالبرين راح يرجع redistributed الى السكيليتال مسل ما دور الأديبوسايت إذا كان single dose low contribution يعني إذا انطيت جرعة واحدة الليبيد راح تكون low blood supply ما راح يلحق إلى متى يكون الcontribution مع الليبيد أو الأديبوسايت عالي لما يكون repeated doses يعني أنطي infusion or repeated doses من الـ IV هنا راح يصير longer period of time أنا عندي IV الديستريبيوشن راح يوصل الى الاديبوسايت وتسحبه بالريديستريبيوشن وراح يكون عندي الاديبوسايت ريزرفوار الى الدواء اللي هو الانستاتيك دراكس اللي انطيتها اي في اخر شيء يطلع فاذا راح تبقى الاديبوسايت محتفظه به فاذا انطيت ريبيتد دوزز اتوقع الريكفري يكون سلور and delay recovery بينما إذا انطيت single dose أتوقع الريكفري very fast effect of reduced cardiac output whose have cardiac output reduced أي population اللي عندهم reduced cardiac output patient in shock elderly people patient with cardiac disease all of them have reduced cardiac output why patient in shock إذا أعرف symptoms للشوك الشوك عنده low blood pressure rapid shallow breathing ممكن يكون عنده rapid and weak pulse ممكن يصير عنده dizziness fainting صدمة إنسان في حالة صدمة فما ميزه أنه عنده reduced cardiac output عنده very low blood pressure the elderly people أيضا عندهم reduced cardiac output واللي عندهم cardiac diseases ما مواصفات هذول البيشنت بالنسبة للكاردياك أوتبوت؟ إحنا نعرف إنه البلد هو اللي موزع للدواء والبلد والدواء وصوله إلى الأنسجة معتمد على الكاردياك أوتبوت معتمد على البلد فلو فإذا البلد فلو قوي أو البلد فلو ضعيف معتمد على الكاردياك أوتبوت إذا هذول عندهم reduced cardiac output شلون نتعامل مع الأنستيزيا؟ أولاً the body compensates by diverting an increased proportion of cardiac output to the cerebral circulation. Why? Because the body is smart. إذا صار cardiac output low الجسم راح يسوي divert يغير قوة الدم إلى الدماغ تصير أعلى فعلى وحدة الجسم راح يكون توزيع الدم إلى الدماغ أعلى حتى يوصل السيربرم والدماغ بأكبر كمية ممكنة من السيركوليشن فإذا أنا جيت انطيت الأنستيك دراج إلى هذول البوبوليشن what will happen A greater proportion of any given drug will enter the cerebral circulation under these circumstances. أنا هو لما مقارنة توزيع الدم بالجسم والدماغ راح أشوف بالدماغ يكون أعلى فأتوقع وصوله إلى الدماغ أكثر بكثير. فبهيجي حالة راح أقول as a result the dose of induction drug must be reduced. Why? لأنه هم دي وصلهم أكثر من التوزيع الطبيعي عند الـ population النورمال. فهنا بهالحالة إذا يجيني واحد cardiac output, keep in mind أنه الـ induction dose should be reduced. Further decrease in cardiac output lead to prolonged circulation time. أنا إذا بعد قللت إذا الـ cardiac output قل بعد أكثر سواء بالـ drugs أو حسب الـ تدرج المرض عند الإنسان فإذا further decrease in cardiac output راح يصير prolonged بالcirculation هنا بهالحالة إذا صار البلد يوصل إلى الدماغ والcirculation مالته التوزيع أبطأ
بهالحالة لازم يكون the time taken for an induction drug to reach brain exert its effect رح يكون prolonged. ليش؟ لأن صار عندي further decrease in cardiac output. بهالحالة رح أسوي slow titration of reduced dose of IV drug is a key for safe induction in patient with reduced cardiac output. الoutcome مالتي أنا أسوي الdose, البولس dose for induction must be reduced, أما الinfusion يجب أن يكون slow titration إلى الناس اللي عندهم reduced cardiac output. Mostly used intravenous medication that will be covered in this lecture is thiopental, etomidate, propofol, fosopropofol, midazolam, ketamine, opioid, and dexmedetomidine. Now we are going to start with the propofol. The propofol, هذه الهيئات الموجودة متوفرة. This is for infusion. هذه فيال وهذه أمبول. هذه الفورمز اللي تشوفها بالمستشفى واللي تتعامل معها تعتمد إذا أنت تعطي بولس أو تعطي infusion. Now the propofol اللي راح نبدي بيه. Propofol is an IV sedative hypnotics used in induction or maintenance of anesthesia. عادة أنا أنطي induction أو أنطي maintenance أو بالحقيقة أنطيهم يا بوس. أما أنطي single dose bolus induction أو أنطي drip for maintenance. عادة البروبوفول ما أنطي بولس جرعة واحدة رأسا مرة واحدة، يفضل أن يعطى على وقت فترات وقتية زمنية قصيرة كأن يكون 30 سكند 40 سكند شوي شوي أنطي للفين. Propofol is widely used as a first choice of anesthesia induction and sedation. For induction and sedation, it produces euphoric feeling in the patient, euphoric or euphoria, شعور بالنشاط والحيوية والنشوة والفرح. The dose not cause post and anesthetic nausea and vomiting. من محاسن البروبوفول أنه بعد العملية ما يسوي شعور بالنوزيا and vomiting. How about the onset? Now, induction of anesthesia within 30 إلى 40 seconds, 30 to 40 seconds. حقيقة بعض الكتب تنطيني أكبر من هذا الرقم. تنطيني 1 إلى 2 minutes of administration. Rapid equilibrium between the plasma and the brain occur. أول ما أنطي يتوزع بشكل سريع والإكوليبريوم أحصلها بسرعة. التوازن. Plasma level decline rapidly as a result of redistribution. مثل ما صار الانداكشن rapidly, redistribution أيضا rapidly. Followed by more prolonged period of hepatic and renal metabolism and clearance. احنا اتكلمنا ومعلومة عرفناها انه الكليرنس والميتابوليزم تاخذ وقت اطول من الريدستريبيوشن. فاذا اولا يصير redistribution then followed by clearance according to the time. Half-life is between 2 to 4 seconds. Half-life can be explained as the time required for the concentration to be to the half. الوقت اللازم حتى يصير تركيز الدواء إلى النصف. أسمي half-life. الجد half-life between 2 to 4 minutes. Sorry, 2 to 4 minutes. The pharmacokinetic of propofol are not altered by moderate hepatic or renal failure. Now, the pharmacokinetic هو ماذا يعمل الجسم إلى الدواء؟ ماذا يعمل الجسم للدواء؟ إذا هو oral يدخل absorption وياه. إذا هو by blood, by IV راح يصير عندي distribution, يصير عندي metabolism ويصير عندي clearance. هذه ما سميها بالpharmacokinetic. فإذا الفارماكولوتيك للبروبوفول لا تتأثر كثيراً بمودريت هيباتيك أند رينال فيلير. إذا هيباتيك ورينال عملهم مودريت الفارماكولوتيك للبروبوفول لا تتأثر. Action of propofol. Propofol one of the anesthetic drugs, it have low analgesic effect. So أثناء العملية إحنا نحتاج أن نعطي supplement للanalgesic drug, narcotics, لأنه نحتاج إلى painkiller. من مواصفات البروبوفول الفورمولا مالته هو lipid in nature,
فالأمبول أو الفيال اللي نعطيها هي طبيعتها الفورمولا مالتها هي ليبيد، وكل الدراكس اللي هي ليبيد in nature upon IV injection or infusion it will البيشنت يشعر بالبين. فنخلي في بالنا انه هذه بين اثناء ما تنطي الأوبرا او تنطي الاي في. It facilitates depression in CNS. هو هذا main function إلا إنه يسوي depression لـ CNS. It is also occasionally accompanied by excitatory phenomena such as muscle twitching, spontaneous movement, and hiccup. عمل decrease blood pressure without depressing the myocardium. تأثر على vascular bead وعادة ما يكون هذا generalized لكل الجسم. Reduce intracranial pressure mainly due to systemic vasodilation. كل البيد، كل الفاسكولار بيد، كل الأوعية الدموية قلل بها resistance. Facial vasodilation بكل الجسم من ضمنها هو الكرانيال اللي الدماغية. Commonly infused in lower doses to provide sedation for outpatient procedures. أحياناً من يجي outpatient أو بالعيادة الخارجية من أسوي short عملية بسيطة أو سريعة قصيرة أنطي البروبوفول بالإنفيوجن حتى بس أوفر السيديشن ما أحتاج جنرال أنستيزيا بهاي الحالة. Mode of action of propofol تكلمنا عنه من خلال الجابا ريسبترز. Its metabolism hepatically and extrahepatically. يصير لها ميتابوليزم أما بالليفر أو خارج الليفر. Recovery within 10 minutes of discontinuation but can be accumulated with prolonged procedures. إذا قصيرة 10 دقائق أحتاج للإفاقة والريكفري بعد أن أسوي discontinuation للدراج. لكن إذا كان long procedure إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع أنه يصير accumulation بالليبيد وبهالحالة يصير الريكفري مالته delayed يتأخر. To be infused via large or central vein. Prolonged infusion increases triglyceride and cholesterol level. إذا أنا انطيته فترة طويلة البروبوفول راح أشوف تغيرات بالدم هي زيادة التريغليسيرايد and cholesterol level. Maximum dose is 4 milligram per kg per hour. Infusion at 25 to 100 microgram per kg per hour. شنو الادفيرس افكت السايد افكت للبروبوفول؟ Marked hypotension during induction. ممكن يسوي أبنية قطع النفس براديكارديا أريثميا and ما نسميه بال PRIS أو propofol related infusion syndrome. Now what is the propofol infusion syndrome? Propofol infusion syndrome is defined as acute bradycardia progressing to asystole combined with lipemic plasma, fatty liver enlargement, metabolic acidosis with negative base more than 10 millimole per liter, rhabdomyolysis or myoglobinuria associated with propofol infusion. Who's eligible for this? ما معنى من هم الناس اللي يصير عندهم هذه ال PRIS أو propofol infusion syndrome. It is syndrome متلازمة مو واحدة متلازمة عدة أشياء تنجمع حتى أقول هذا فات بالسندروم. من الناس اللي هم reliable إلى خلني نجي نشرح واحدة واحدة. أولا هي bradycardia هبوط بالقلب progress يتطور إلى asystole بمعنى ما في systolic pressure asystole. يجب أن يكون هذا مصاحب مع منه مع lipemic plasma بلازما دهني fatty liver الليفر يصير enlarged وفاتي شكله مليان دهون fatty liver metabolic acidosis with negative base الأسيدوسيز يصل النيجاتيف بيز إلى 10 مليمول بير لتر rhabdomyolysis and myoglobinuria. Rhabdomyolysis العضلة بالتقلص والانبساط تحتاج من يحمل الأكسجين. الأكسجين مثل الهيموغلوبين بالعضلة اسمه مايوغلوبولين. مايوغلوبولين هو اللي حامل الأكسجين. بهذه الحالة شي صار عندنا المايوغلوبولين يتكسر يظهر من النسيج يطلع من العضلة إلى البلازما إلى الدم. فوجود الروبيدات يسموها الروبيدات الرابدومايلوسيز هذا الروبيدات دلالة على أنه تكسر المايوغلوبولين بداخل العضلة. وين يروح؟ طبعاً المايوغلوبولين راح ينطرح بالإدرار
ولو هو كبير ينطرح بالإدرار. من يتجمع أو يطلع بالإدرار راح تظهر عندي علامات معينة أقول هذا المريض دخل بالسندروم. من هم اللي جابوا لي هذه الحالة هذه المتلازمة؟ هل هناك إتيولوجي معين؟ إتيولوجي يعني ما هو السبب؟ أو if there is any risk factor، أكو ناس يعني أقول لا هذا at risk ممكن أن يدخل بهاي الحالة. الناس اللي عندهم airway infection أو severe head injury، high dose long term propofol sedation for more than 48 hours at more than 5 milligram per kg per hour. أنا إذا أنطي propofol sedation، CC يحتاج أحياناً أنطي propofol for sedation. إذا صار long period of time على propofol more than 48 ساعة والدوز أيضاً عالية more than 5 milligram per kg per hour or increase catecholamine glucocorticoid يعني الكورتيزولات serum level low energy supply poor oxygen delivery sepsis تجرثم الدم lipema الليبيد يكون عالي بالبلازما بالبلد likely due to failure of hepatic lipid regulation possibly related to poor oxygenation or low glucose plasma level. هنا الكبد راح يكون عنده فشل في تنظيم عملية الدهون، أما تكون بسبب أكسجين قليل أو مصاحبة very low plasma level للجلوكوز. إذا أريد أعرفها شنو التعريف مالتها؟ براديكارديا عند المريض يجب أن يكون مصحوب combined with lipemic plasma, fatty liver enlargement, metabolic acidosis النيجاتيف مال الاسيدوسيس البيز اكبر من 10 rhabdomyolysis and globulinuria. السيمتومز اللي تظهر على المريض what are the symptoms حتى اقول هذا المريض صار عنده سندروم راح يظهر عنده lactic acidosis الحامضيه الدم بسبب اللاكتيك اسيد arrhythmia hypotension renal cardiac and circulatory failure oliguria الإدرار قليل جدا rhabdomyolysis elevated serum creatine kinase creatine kinase هذا موجود بالعضلة هو يساعد على انتقال الأكسجين عن طريق إضافة فوسفيت إلى الميوغلوبولين serum urea level عالي and plasma potassium lipemic plasma liver enlargement ketone urea increased liver enzyme and green or red color urine. The next drug is phosphopropofol. It's a new water soluble drug approved only for sedation, not for anesthesia. It's for sedation. Phosphopropofol is a prodrug. ما معنى prodrug? Prodrug معناته it is not active. It has to be activated after metabolism. يعني يدخل للجسم هو inactive as phosphopropofol لكن الجسم راح يحوله إلى active by metabolism إلى البروبوفول فإذا الفعالية هي تابعة إلى البروبوفول وليس إلى الفوسفوبروبوفول هذه معمول بها بالفارماكولوجي الدراج يكون inactive لمن يدخل للجسم يصير لميتابوليزم يتحول إلى active فالدراج هنا أسميه prodrug الفارماكولوجيكال افكت طبعا اتريبيوتد تو بروبوفول بيكوز فوسفوبروبوفول از ووتر سوليبل اي دواء ووتر سوليبل اتوقع نو بين ات سايت اوف اي في انجكشن لوس اوف كونشسنس تيكس اباوت 4 مينيتس كومبيرد تو ذا سيركيليتوري تايم فور ا بروبوفول اللي كانت 30 تو 40 سكندز اور 1 مينيت ذا نيكست دراجز باربيتوريتس البروبوفول was non-barbiturate البربيتوريت الآن راح ناخذ الثيوبنتال مواصفات الثيوبنتال is very potent and anesthetic but weak analgesic as propofol وكل الانستاتيك دراكس عندها قوة الانستيزيا لكن weak analgesic effect ولذلك احنا نعطي ناركوتيك مصاحب معها It is ultra short acting barbiturate with high lipid solubility. كل ما كان lipid solubility عالي كل ما كان بسرعة ينتقل إلى brain blood brain barrier وينطيني الاكشن بالبرين by depression the CNS
So it is ultra short acting. When thiopental and methohexital are administered intravenously, they quickly enter the CNS, depress the CNS, often less than 1 minute. أول ما أنطي أقل من دقيقة سوى depression للCNS ودخل المريض بحالة الأنستيزيا. However, diffusion out of the brain can also occur very rapidly because of redistribution of the drug to the other body compartment, including the skeletal muscle and the adipocyte. مثل ما قلنا بالبروبوفول قلنا التوزيع إلى الدماغ الاندكشن very fast وredistribution very fast. كذلك الباربيتوريت عندها نفس الصفات تروح للدماغ بسرعة تطلع من الدماغ بسرعة وين تروح redistribution للسكيليتال مصل والأديبوسايت تروح للعضلات والمنطقة الدهنية. The short duration of anesthetic agent is due to decreased barbiturate concentration in the brain to level below the necessary for producing anesthesia. من راح redistribution وقل تركيزه بالدماغ للدرجة اللي ما يحقق لي بها الأنستيزيا. Only about 50% of the dosage of barbiturate entering the circulation is metabolized by the liver per hour. Only 15% من البربيتوريت اللي يصير لها ميتابوليزم بوحدة الساعة. That's why they remain in the body for a relatively longer period of time. الميتابوليزم اللي هي تأخر فتبقى بالجسم فترة أطول. Metabolism of thiopental is much slower than its tissue redistribution. ولذلك يصير بالتشو أكثر وإحنا تعرفنا على السلايد اللي هو فيجر 11.9 اللي شفنا الثايوبنتال إذا أنطيت الدوز اللي هي بولوس دوز راح يتوزع إلى البرين ومن ثم يتوزع إلى المصل and adipocyte. عرفنا على هذا السلايد سابقا وشرحنا. Thiopental has minor effect on cardiovascular system, may أثر على القلب, but may contribute to severe hypotension in patient with hypovolemic or shock. إذا البيشنت عنده hypovolemia or shock يسوي severe hypotension من مواصفاته بالناس اللي عندهم hypovolemia. All barbiturate can cause جميع البربيتوريت يتسوي apnea, coughing, chest wall spasm, laryngeal spasm, bronchospasm. والبرونكوسبازم نخلي special attention للناس اللي هم عندهم أزمة. نقطة مهمة نحب نوضحها هي barbiturate are contributed contraindicated in patient with acute intermittent variegate porphyria. نشرح ما معنى intermittent variegate porphyria. Intermittent معناته متقطع. Variegate يعني vary من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. Porphyria. هذول الناس مواصفاتهم هو congenital disease عندهم abnormality في صناعة البورفيريا. ما هي البورفيريا؟ إحنا الهيموغلوبين اللي هو البروتين الدم المسؤول عن نقل الأكسجين يتكون من جزئين، جزء البروتين part اسمه الجلوبولر بروتين وجزء الهيم اللي مسؤول عن حمل الأكسجين اللي هو نانوبروتين أو يسمى prosthetic group. النانوبروتين هيم متكون من مركبات اسمها بورفيرين. من يصنع البورفيرين؟ يصنع الكبد. ايش عندهم هذول الانترميتد فاريجيت بورفيريا؟ هذول الناس عندهم بيك تصير عندهم سيفير ويرجعون يصيرون طبيعيين، مره يصير عندهم مره ما يصير عندهم. شنو سبب هذا البيك؟ سببها إنه البورفيرين وهو يتخلق بالكبد يمر بسبع مراحل. هم عندهم هذا الإنزيم اللي مسؤول عن صناعته ALA يصير عنده مشكلة، يصير عنده ديفكت هذا الإنزيم، مرة يكون متوفر مرة ما يكون متوفر، فيطلع مرة عندهم بورفيريا تكسر أو زيادة في إنتاج البورفيرين فيطلع بالدم ويسوي عنده مشاكل كبيرة. ننتبه على هذول الناس، شنو علاقتهم بالباربيتوريت؟ الباربيتوريت لازم نعطيه اهتمام كبير واحنا نتعامل معه. الباربيتوريت من مواصفاته انه يحفز الانزيمات المسؤوله عن الميتابوليزم بالليفر اللي هو معظمها السيتوكروم. سيتوكروم عندي سيريز اوف انزيم A1A, A2, A3 وهكذا، وعندي سيتوكروم P450 اللي هو مسؤول عن معظم الميتابوليزم بالكبد.
شنو علاقة السيتوكروم بهذا المواد؟ السيتوكرومز قسم منها يثبطها وقسم منها يزيد فعاليتها. فإذا ثبطها معناتها المركبات اللي مسؤولة هذه السيتوكروم عن الميتابوليزم راح إذا ثبطها فراح تزيد بالجسم وما راح تتكسر بسهولة. بس إذا نشط السيتوكروم معناته الأدوية اللي أنطيها ويكون هذا السيتوكروم اللي تنشط مسؤول عن الميتابوليزم معناته الدواء بسرعة راح يصير يتكسر. فهنا بهالحالة أنطي احتاج أنطي دوز أعلى لهذول البوبوليشن إذا هم أندر باربيتوريت تريتمنت. شنو علاقة الآن باربيتوريت بالبورفيريا؟ الباربيتوريت يأثر على الأي أل أي منطيني أكيوت بورفيريا يصير عندهم كرامبس ابدومينال بين، يصير عندهم مشاكل بالجلد، يدخلون في مشكله. فالباربيتوريت كونترا انديكيتد للناس اللي عندهم انترميتد اور فاريجيت بورفيريا. Next drug is benzodiazepine. Benzodiazepine are used in the conjugation or anesthetic to sedate the patient. بالحقيقة أنا أستخدم البنزودايزيبين مع الأنستيك ايجنت حتى أوصل المريض إلى أسرع السديشن، وبالحقيقة أنا أريد الأمنيجيا أوصل المريض إلى الأمنيجيا. The most commonly used is ميدازولام. دايزيبام أو لورازيبام are alternatives. الميدازولام معظمها موجود بالعمليات لكن أكو غيرهم ممكن أن نستخدمه اللي هو دايزيبام أو لورازيبام. طبعا مجموعة البنزودايزيبام هي تتقسم إلى ثلاثة: short acting, intermediate acting and long acting. فأما أنطي ميتازولام أو دايزيبام أو لورازيبام بالعمليات، الهدف من إعطائهم قلنا حتى نوصل المريض إلى الأمنيجيا ونسرع الأمنيجيا ويا السديشن. All three facilitate amnesia while causing sedation. أول ثري منه الميدازولام، دازيبام، لورازيبام يسرعون الأمنيجيا خلال عملية السيديشن. Enhancing the ability, enhancing the inhibitory effect of various neurotransmitters, particularly GABA. مو بس الأنستيزيا يسرع الجابا أو يحفز الريسبتر على استقبال الجابا، وإنما أيضا البنزودايزيبين يأثر على النيوروترانسميتر جابا بحيث يخلي مور إنهانس فانكشن والأبيليتي تو بايند ذا ريسبتر يكون أعلى. مينيمم عنده مينيمم كارديوفاسكولار ديبريشن إفكت، but all are potentially respiratory depression خصوصا اذا انطينا اي في. اذا انطيت البنزودايزيبين اي في راح يصير respiratory depression واضح. They are metabolized by the liver with the variable elimination half lives. منو الفاريبل؟ هذول الثلاثه الميدازولام، دازيبين، لورازيبين عندهم half life مختلفه لكن الميتابوليزم هم بالليفر. Erythromycin may prolong their effect. ما هو الأريثروميسين؟ أريثروميسين as antibiotic group طبعاً أريثروميسين، كلاريثروميسين، أزيثروميسين مجموعة من الأنتيبيوتيك تعطى للمرضى. إذا انطيت الأريثروميسين، أريثروميسين effect هي المجموعة ككل تأثر على السيتوكروم. قسم من السيتوكروم تثبطها، قسم من السيتوكروم تزيدها. السيتوكروم المسؤول عن البنزودايزيبين ميتابوليزم الأريثروميسين يثبطه، فإذا ثبط الإنزيم المسؤول عن الميتابوليزم معناته البنزودايزيبين يبقى فترة أطول بالدم. فإذا الناس الإنسان أو المريض يأخذ بنزودايزيبين أنا ما أنطي أريثروميسين because of drug interaction. ما معنى drug interaction؟ أريثروميسين يثبط عمل الإنزيمات المسؤولة عن metabolism of benzodiazepine leaving benzodiazepine in blood for longer period of time. Benzodiazepine can induce temporary form of anti-grade amnesia. ما معنى anti-grade amnesia؟ anti-grade amnesia احنا بالحالة الاعتيادية كإنسان we can create new memories every day, every events تتخلق عندنا memory جديدة. من مواصفات هذه الميموري انه تتحول من الشورت ميموري الى اللونج ميموري، تدخل الى الميموري اللي هي you can recall it anytime، الاشياء اللي تبقى تتذكرها على طول. انت تسوي الايفنت الجديده وتدخلها الى الميموري القديمه اللي هي اضافه معلومه جديده الى الميموري القديمه.
الناس اللي هم دا ياخذون بنزودايازيبين ممكن ان تحفز عندهم هذه اللي هي انتروغريد امنيجيا. ما معنى انه they can recall the recent memory. يعني انا لما سويت الميموري الجديده اليوم صار عندي حدث جديد ما استطيع ادخله للميموري الطويله الامد، تصير معلومه تختفي ثاني يوم. فاذا صار عندي اليوم ايفنتس بكره ما اتذكرها. ليش ما اتذكرها؟ لان صار عندي هذه ما نسميها انتجريت امنيجيا اللي هي inability to recall the new memory، لكن الميموري القديمه ما تتاثر. المركبات الاخرى اللي نعطيها مساعدات مع الرئيسيه اللي هي IV injection او infusion للانستيتيك دراكس، الاوبيود نعرفها، الاوبيود لها اسماء متعدده، دراج ستريت دراج، مخدرات. نعم، الوش نعطيهم اصلا احنا للمرضى اللي دي يسوون عمليه؟ احنا نعطيهم، الهدف هو انالجيسيك افكت. انالجيسيك يعني بين كيلر، معناته يخلي الشعور بالبين، يلغي الشعور بالبين عند المريض. Now because of their analgesic properties, opioids are commonly used with anesthetics. Now the choice of opioid use preoperatively is based primarily on the duration of action needed. أنا إيش قد أريد أطي؟ إيش قد الديوريشن اللي أريده؟ اليوم بعد العملية، نص يوم بعد العملية، يومين بعد العملية. فخيار أنه أنطي أوبيود أو أستمر في إعطاء أوبيود يعتمد، القرار يتخذ pre-operatively قبل ما أبدي العملية. أنا أسوي البلان للمريض فأحدد إيش قد أنطي الأوبيود، يا أوبيود أنطيه إيش قد الكمية اللي أنطيها، وإيش قد اعتمادا على duration الوقت اللي أحتاجه أني أدي العمل تبعه، أنه هو pain killer. منو اللي عندنا opioid نستخدمه؟ The most commonly used opioid are fentanyl, sufentanyl and remifentanyl. Because they induce analgesia more rapidly than morphine. جد المورفين قوي في قطع الألم أو استحداث الأنالجيسيا، هما more potent than morphine. They may be administered either intravenously من خلال الوريد أو epidurally بالظهر أو intrathecally بالعمود الفقري مباشرة على spinal cord. هسه نشوف بعد صورة حتى نعرف what's the difference between epidurally or intrathecally. Opioids are not good أمنيستكس، يعني معناته نساي، ينسي. هم ما يتلاعبون بالأمنيجيا، هم بس بين كيلر. فالأمنيجيا اللي أتلاعب بها من خلال البنزودايزيبين، البين كيلر هو مسؤول عن الأوبيود. لكن also they can cause، ممكن أن يعملون مع قطعهم للألم، يعملون hypotension، يعملون respiratory depression and muscle rigidity as well as post anesthetic nausea and vomiting. معروف ردود أفعالهم أو الـ adverse effect of the opioid: hypotension, respiratory depression. أصلاً دول اللي يأخذون دوز عالية من المخدر من الأوبيود معظمهم يموتون بـ respiratory depression، يتوقف النفس عندهم ويموتون بسبب هاي النقصان أو فقدان النفس. muscle rigidity، muscle rigid ما تروح تتحرك أو لينة، مع nausea vomiting. معظمهم يقعدون أول ما يحسون رأساً على nausea والvomiting. opioid effect can be antagonized by naloxone. يعني إذا صار overdose من الأوبيود، الانتاغونس ماله، المعاكس ماله اللي يقطع العمل ماله هو النالوكسون. تكلمنا عن إعطاء الدواء epidural or to cerebrospinal fluid.
لاحظ هذا السبيس سوري let me choose the laser pointer اوكي epidural space هذا السبيس اذا تلاحظه هنا انا insert the catheter وهذا النيدل اللي تدخل توصل للكاثيتر وهنا أنا ينطي الانستاتيك دراكس إذا أريد ينطي العقلي حتى نحصل على انستيزيا والإبيدورال طبعا يقدر يوصل إلى السيربروسباينال فلويد أو ننطي مباشرة إلى سيربروسباينال فلويد أوكي drug is etomidate. Now, etomidate is used to induce anesthesia. It is hypnotic agent but lack to analgesic activity. مثل البقية, analgesic activity عندهم very low, لكن يدخل بالhypnotic والanesthetics. Formulated in a propylene glycol solution because its water solubility is poor. ما يذوب بالماء, فالpreparation أنا أحضره بالبروبيلين جلايكول. Induction is rapid and the duration is short acting. Induction سريع والهاف لايف إلى أيضا قصير. It is usually only used for patient with coronary artery disease or cardiovascular dysfunction or shock. وين أستخدم الإيتوميديت؟ الإيتوميديت أستعيض عن البروبوفول أو البربيتوريت. عند الناس اللي عندهم cardiovascular coronary artery disease cardiovascular dysfunction or shock هذول ما استخدم لهم الادويه اللي تاثر على القلب او على الكوروناري artery او تاثر على الكارديوفاسكولار او اللي عندهم شوك وهايبوفوليميا وكاردياك اوتبوت لو استعيض عن البروبوفول بالايتوميديت etomidate hydrolyzed in liver metabolism مسؤول عن الكبد has little or no effect on heart and cardiac circulation انتبه على هذه النقطة ليش هو نستخدمه بالcoronary artery disease or cardiovascular disease أو الناس اللي عندهم شوك لأن ما عنده أي تأثير لا على القلب ولا على circulation its adverse effect include decrease in plasma cortisol and aldosterone level which can persist up to 8 hours plasma cortisol and aldosterone level is very important hormone. They are regulator للبدي hormones للبدي volumia للسيطرة على الدم على الwater سيطرة على الضغط سيطرة على الvascular beat الكورتيزول يسيطر أيضا على الكدني يسيطر على permeability بالblood بالvessels these two hormones are very important hormones. من مواصفات هذا الدواء الإيتوميديت it can suppress, decrease the plasma level of cortisol and aldosterone. Why they decrease these two levels? هذول الاثنيناتهم التفاعل صناعتهم تكون من series of enzyme بالأدرينال مدولة. الإنزيم inhibited by etomidate هو 11 beta hydroxylase اللي مسؤول عن صناعة الكورتيزول والألدوستيرون فإذا صار هذا inhibition أتوقع الكورتيزول والألدوستيرون level بالبلد والdecrease etomidate should not infused for an extended time ليش؟ because of this inhibition أنا ما أقدر أسوي prolongation للوقت بالetomidate أنطي for longer period of time لأن it will prolong the suppression of these hormones وهذولا إذا سويت لهم suppression for longer period of time راح يصير hazardous راح يصير خطرة جدا venous pain can occur in injection and involuntary skeletal movement are not in common ممكن أن يكون هذه الموفمنت بالمصل The latter are managed by administration of benzodiazepine and opioid. إذا صار عندي involuntary movement, أنا راح يثبت هذه الموفمنت بالإعطاء البنزودايزيبين والأوبيود. Next drug is ketamine. وكيتامين بالبداية أخذنا هو يختلف عن البقية. قلنا يسوي dissociative anesthesia.
It is short-acting non-barbiturate anesthetic induced dissociated state in which the patient is unconscious, have no feel on for pain, painless, لكن it appear like awake. فإذا حالة من dissociative anesthesia produce or provide sedation, amnesia, immobility, but the patient appear like he is awake, he or she is awake. تفاعل هنا نعرفه ويا من يتفاعل interact with N methyl D aspartate receptor. It has own receptor اللي يعمل عليها اسمها N methyl D aspartate receptor. It also stimulates the central sympathetic outflow, which in turn causes stimulation of the heart with increased blood pressure and cardiac output. إذا هذا اختلف عن البقية بكونه stimulate الأدرينالين نور أدرينالين من السنترال من الدماغ الأوت فلو زيد لهذه المركبات الكاتيكول أمين اللي بدورها راح تسوي لي stimulation للقلب وتنطي increase blood pressure with cardiac output عالي. This property is especially beneficial in patients with either hypovolemic or cardiac disease and shock. Well, as in patient with asthma. إذا هنا المن أنطي الناس اللي عندهم شوك، الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم cardiac disease، الناس اللي عندهم hypovolemia أنطيهم هذا الدواء الكيتامين. ليش؟ لأن ما يأثر على القلب، بالعكس هو راح يزيد sympathetic system. Sympathetic outflow stimulates the cardiac output, يزيد the blood pressure. فإذا أنا عندي hypovolemia ما راح أخاف ما أنطيهم الأدوية اللي تسبب لهم more vasodilation وتسبب لهم more hypotension. Therefore, ketamine is used when circulatory depression is undesirable. أنا ما أريد أسوي circulatory depression. هو أصلاً hypovolemic. هو أصلاً on shock. فالسيركوليتري ديبريشن هنا أنا راح يصير سيفير هايبوتنشن. وين ما عندي سيركوليتري ديبريشن ما أقدر أستخدم لهم الأنستاتيك دراكس اللي تسبب سيركوليتري ديبريشن فراح أستخدم أنستيت ذا كيتامين. On the other hand, this effect preclude the use of ketamine in hypertensive or stroke patient. Preclude يعني exclude إذا البيشنت عنده hypertensive أو عنده ستروك جلطة دماغية أو ارتفاع بالضغط ما أقدر أنطي كيتامين. ليش؟ لأنه هو راح يسبب الارتفاع بالضغط. The drug is lipophilic. Philic معناتها محب. Lipo دهن معناتها محب للدهن. Phobic يعني خاف. Lipophobic يعني كاره للدهن. إذا الدواء هو lipophilic محب للدهن. زيادة بالدهن ذوبانه بالدهن عالي ولذلك كان penetrate the blood brain barrier circulation very quickly like the barbiturate redistribute to other organ or tissue كلهم بالrecovery هو redistribution للother organ اللي هي skeletal muscle and adipocyte. Its metabolism in liver but small amount excreted unchanged. إذا الدواء ينطرح بهيئة الدواء نفسه ما متغير أو metabolite. Ketamine is used mainly in children and elderly adults for short procedure. إذا أكو children or elderly patient عنده short procedure أستخدم للكيتامين. However, it is widely used because increased cerebral blood flow and incidence for post-operative hallucination, nightmare or particular in adult خصوصا عند الكبار. فإذا أنا ما أستخدمه باستخدامات واسعة لأنه عنده مشاكل يزيد السيربرال بلاد فلو ويسوي post operative hallucination and nightmare. This drug is dexmedetomidine. It is sedative medication used in the intensive care unit. بواسطة الأطباء التخدير يستخدموه بالintensive care. It is relatively unique in its ability to provide sedation without causing respiratory depression. يكاد يكون الوحيد اللي ينطيني sedation بدون ما يأثر على respiratory depression. ففي حالة أنا ما أريد أسوي respiratory depression وأريد sedation مالي بالناس اللي هم بالintensive care unit.
لايك كلونيدين. كلونيدين نتذكره هو الألفا 2 أغونست اللي يزيح مكانات الكاتيكول أمين ويسبب لي هبوط بالضغط، ما يسمح للكاتيكول أمين أن يتحد مع الألفا 2 فما يسبب ارتفاع بالضغط وإنما ينزل الضغط. فإذا لايتس إس أكشن ميكانيزم أوف أكشن إز أغونست فور أوف ألفا 2 ريسبتر بس سنترالي بالبرين، وكذلك يعمل عمل سيداتيف أنالجيسيك سيمباثوليتيك an anxiolytic effect but that blunt many of cardiovascular responses in a pre-operative period. انتبه على كلمتين sedative المهدئات والانالجيسيك هي البين كيلر. Sympatholytic بمعنى antagonize the sympathetic. ما معنى انه سمباثو ميميك يشبه عمل الكاتيكول امين ادرينالين والادرينالين، sympatholytic هو عكس عملهم. Anxiolytic معناته inhibit anxiety، يمنع الانكزايتي، يمنع القلق والخوف من العملية. فأني أحتاج أنطي pre-operative حتى يحقق لي هذول الاثنين من الإفكت. Now this table is summarizing the drugs used IV in IV. Each drug راح تشوف الأدوية اللي أخذناها مع الـ induction and recovery، تشوف المعلومات مجموعة كلها بهذا السلايد اللي أخذناها بالمحاضرة. المواصفات اللي جمعناها بالسلايد هو الـ induction and recovery، main unwanted effect or adverse effect، والنوت اللي أخذنا شنو الملاحظات المعينة. هذا السلايد إذا أخذته وضيف له سلايد آخر يجي بعده مع المعلومات اللي سجلتها نوت خلال المحاضرة، راح يصير عندك كل المحاضرة في 3 سلايدز only، هذا واللي بعده. ثيوبنتال شنو مواصفاته بالإندكشن والريكوبري، شنو مين أدفرس إفكت أنوانتد إفكت، وشنو النوت اللي تعرفنا عليها. بروبوفول ميدازول كيتامين ثيوبنتال من أي نوع ديريفيتيف، شنو البروبرتي مالته، اللي هو ينطيك ثيرابيوتيك ادفانتجز وثيرابيوتيك ديس ادفانتجز، ذيس از ادفانتج اند ذيس از ديس ادفانتجز لكل اللي اخذنا من الادويه اللي هي انهيليشن اند الانترافينوس دراكس. السلايد الاخر هو الستيت اوف كونشسنس vary with the patient get anesthesia. أنا من أنطي anesthesia ما هي مراحل state of consciousness اللي هي general anesthesia تنطيني من ال consciousness، deep sedation، moderate sedation، minimal sedation، regional anesthesia and local anesthesia. إذا جمعت هذه الجداول اللي هو رقم 25 ورقم 24 راح يصير عندك المادة، ورقم 23 راح يصير عندك المادة متكاملة في 3 سلايدز. إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة الجزء الرابع من Local Anesthetics. نشوفكم وشكرا لإصغائكم واستماعكم.